واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحاجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن في ضبط أكثر من 243 طن دقيق بلدي مدعم. قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة وسوهاج وشمال سيناء والقليوبية بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء، مستوليين بذلك على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 74 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالقليوبية والقاهرة والشرقية والجيزة وكفر الشيخ وسوهاج وأسوان. الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت من ضبط نحو 54 طن زيت طعام ومواد غذائية أخرى متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة وسوهاج والجيزة والشرقية. وتمكنت من ضبط 73 طن مواد بناء متنوعة. قام مالك عدد من مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية والدقهلية وسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بمخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بقنا ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 24 طن أسمدة زراعية متنوعة غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي ومالكي عدد من محلات لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية وقنا بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 136 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق بمصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والشرقية. كما نجحت في ضبط أكثر من 16 طن ملح طعام وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والغربية وكفر الشيخ. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بالشرقية والقليوبية والقاهرة.